الاتحاديات هم المسؤولين على تحضير رياضيهم. نظن أن الرياضيين اللي عندهم يعني اليوم يحضروا الألعاب البحر الأبيض المتوسط، يعني كان اللي راهم تحضير في الجزائر، كان اللي راهم على برا، وكان اللي راهم في المنافسات، وكثير منهم راهم في المنافسات لأنه ما بقاش كثير على الموعد المهم هذا هو اللي هو ألعاب البحر الأبيض المتوسط. نظن في الرياضات الجماعية يعني كنا يعلم يعني خاصة في الهاندبول يعني المشاكل اللي جازت بها الاتحادية، كان بداية ديبي لا بريباراسيون تاعهم كان متأخر. نظن الرياضات الاخرين يعني كل الرياضات الجماعية يعني ما تقدرش راح تكون يعني منافسة صعيبة لهم، خاصة بحضور يعني لي ميور او موند مثلا اسبانيا فرنسا ايطاليا ولا. عندنا دي شونس فولا رياضيين يعني ذو مستوى عالي في شويه في العاب القوى، في الملاكمه، في السباحه كذلك، كاين لي جون لام طالعين، كاين في المصارعه، في يعني الرياضات وين عندنا تقاليد وباينين. يعني نتمنوا احنا هذوما الرياضيين ان شاء الله راح يبرزوا، حتى يعني بما انه العاب البحر المتوسط سي اون ايتاب امبورطونت يعني لكل رياضي. كاين دي جون اللي راهم بداو يبرزوا، هذه الفرصه ليهم يعني وين حتى باش يكونوا في المستوى اللي لازم يكونوا فيه. وكان رياضيين اخرين يعني اللي كانوا شاركوا يعني في السنوات خاصه العام الماضي في العاب الاولمبيه وين كانوا تحصلوا على مراتب خامسه او سابعه، نظن هذا وقتهم يعني باش يزيدوا يافونسيو. هاد الرياضيين انا نطلب انه يعني يلزم لهم كل الامكانيات، لازم يحطون في احسن الظروف تحضيرا للمواعيد اللي جايه. هذا الشيء اكثر من ضروري الا نحبوا تكون نتائج مبهره، لانه ما راناش وحدنا في العالم، كل عالم يعني الهدف تاعو هو نيل ميداليات في الالعاب الاولمبيه، ولهذا يعني ان شاء الله يكونوا في احسن الظروف الممكنه، وهذه فرصه لهم باش يبرزوا قدرات تاعهم، وبالتوفيق لهم ولكل الرياضيين ان شاء الله.